السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي روسيت فاسيل دو عسلة. اليوم راح نديرو ان ديسير تاع لي فروي دو سيزون اللي هي القارص. القارص راهو دخل دوكا بقوة. راح نديرو اون موس او سيترون بصح في لي فيرين. وصفة خفيفة ظريفة، ما تطلبش بزاف مقادير وتمتم تتوجد. واش نسحقو في هاد الوصفة؟ نسحقو زوج حبات بيض، عندنا مغرف كبيره تاع المايزينا تكون معمره، عندنا نص كاس قارص، عندنا نص كاس ماء، عندنا نص كاس تاع سكر ولافاني مغرفة صغيره، وعندنا المكون السري اللي هو فرماج كيري ولا اي فرماج يكون كريمي، اي بيان سور لي بودوار وكاس اتاي تاع لا شانتيي بور لو ديكور. دوك نبداو في تحضير الوصفه. دوك نبداو في تحضير الوصفة. بسم الله، حاجة الأولى نديروها نص تاع الكاس تاع الماء والنص تاع القارص والسكر نحو زوج مغارف كبار والباقي نخلوها لا مورينغ. هادو ما مع لافاني، دوك هادو نديروه فوق النار باش يسخن شوية، ما يغليش غير يسخن شوية. والحاجه الثانيه واش نديرو؟ نديرو لي جون دوف، نديرو لا مايزينا هكذا، نحركوهم مليح مع بعضهم بيد ما يسخن لنا هذاك لو جو. نديرو بارد في بارد هكذا، هكذا تتولي لنا شغل اون كريم. دوكا كي نروح نجيب لو جو يكون سخن لنا. دوكا كي بعد ما سخن نبداو نديرو غير بالعقل هكذايا، هكذا ونحلو هذاك البيض والمايزينا هكذا غير بالعقل. إلا استعملنا الفوي يكون أحسن هكذايا باش نزربو. الفوي خير، دوكا نكملو كامل لا كونتيتي هادي. دوك نعاودو نرجعو هاد الميلونج، نعاودو نرجعوه ونديروه فوق النار باش يرجع لنا يولي اون كريم. هادي هي، شوفو هنا بعد ما طيبناها فوق النار على نار متوسطة وتخلوها تحركو مع التحريك المستمر حتى وين تولي اون كريم، وديرها لكم ديركم هذوك الفقاعات تعرفوها بلي سي بون طابت. دوك واش نديرو؟ نفرغوها في طبسي ونفيلميوها او كونتاكت ونخلوها تبرد، نديروها في الفريجيدار باش تبرد. لازم تكون فريمون بارده باش نقدروا نكملوا هذه الوصفه. دوك بعد ما كبردت لا كريم ديالنا واش نديرو؟ نحولها لو سيلوفان هذا ونديروها دون ان بول هكذايا ونضربوها بالباتور. بعد ما ضربناها شوفوا هذيك تعاود لا كريم تولي لاسبي تاعها الاولاني وتولي خير شابه خير. دوكا واش نديرو؟ المكون السري اللي قلت لكم عليه اللي هو فرماج كيري، فريمون راح يبدلها ان بون غو وراح تتبدل لا تيكستور تاع لا كريم او سيترون ويتبدل لها ميم لو غو ديالها
تجي بود تاعها هايل بزاف بزاف، مختلف على اللي مالفين ناكلو. هنا راني درت 3 حبات كيري بزاف، وهذه الكميه راني درت كميه صغيره، اللي يحب يعني يضاعف الكميه هذه يضاعف لي ميزور بيان سور. دوكا الكيري هذا واش نديرو له؟ نضربو بالباتور. فوالا بعد ما ضربناه بيان، هاي ديك لا تيكستور تاع لا كريم كيفاش تولي. دوكا واش نديرو؟ لو باتور ديالي لازم نغسلو باش نطلع به لي بلون دوف، سينو لي بلون ما يطلعوش. اي حاجه تكون زياده على البيض البيض ما يطلعهاش. صافي دوك لازم نطفوهم مليح بالماء، نغسلوهم كاريمون باش نطلعو بهم لي بلون دوف. دوك انا واش نديرو؟ نجيبو ان بول، ديرو لي بلون دوف تاعنا ونبداو نضربو غير بالعقل. وهاد الكميه تاع السكر اللي قعدت نزيدوها على دو فوا ولا تخوا فوا، ونديرو تاني قرصه تاع الملح. فوالا ديرو قرصه تاع الملح ونبداو نطلعو في لي بلون تاعنا. هنا شوفوا غير تشوفوا لو بلون بدا يدير الرغوه، نبداو نديرو السكر بالعقل. شوفوا هذه هي الدفعه الاولى كيفاش جا. دوكا نزيدو الدفعه الثانيه، ما نحبسوش من الباتور، راني باش نوريكم برك. فوالا هاي ليك لا تيكستور اللي نلحقوا ليها، لازم تكون فريمون لو بيك هذا يطلع يوقف هكذايا. دوكا نبداو نزيدوها بلا كريم غير بالعقل. دوك واش نديرو؟ الدفعه نزيدو على دفعات، هذه الاولى نخلطوها نورمال معليش باش برك لا كريم تاعنا تطلق روحها شويه، باش نقدروا من بعدا نزيدوه غير بالعقل. فوالا هكا معليش هادش باش ما تكسرش من بعد على موس، باسكو من بعدا نولوا نخدموها غير بالعقل. دوكا بعد ما هادي دخلناها مليح داخل لا كريم ولا كريم تشوفوا هي طلقت روحها شويه، نبداو نزيدو في لا مورينغ غير بالعقل هكذايا، ونطلعوه ونهبطو هكذايا باش ما تروحلناش هذيك لاموس. تقوني هاد الطريقه ناجحه بلا ما ديرو جيلاتين، بلا ما نسحقو حتى مكون اللي يقدر يضرنا. انا مادا بيا نيفيتي الجيلاتين ما نستعملهاش هكذايا، ونزيدو حتى نكملو كامل لا ميرين ديالنا. شوفوا هنا بعد ما كملت كامل لا كونتيتي تاع لا ميرينغ، شوفوا كيفاش ولال. شوف غير ما نخلطو مليح باش يتخلط كلش. فوالا ما تخلطوش هكذايا نو، راح تتكسر لا موس تاعنا. غير هكذا غير بالعقل هكا، هاد لو موفمون شوفوا مليح، هاد لو موفمون شوفوا كيفاش لا كريم ولات هايله. شوف هي تترعد وحدها تالمون لي راهي خفيفه. دوكا هنا نبداو في المونتاج تاع لي فيرين، وشنو الحاجه الاولى اللي نديرها؟ على لي بودوا نوجد لهم ان سيرو اللي هو كاس ما نديرو فيه زوج مغارف كبار تاع سكر، ونحركو بلو سكر غلاس باش تمتم يدو. ستا سيرو افخوا يتوجد تمتم، وديروه وديرو له قطرات تاع لو سيترون باش لي بودوا هادو يجيو شويه لو غو سيتروني، واللي ما يحبش يدير غير الماء والسكر وهذا ما كان. هنا باش نبداو نعمرو لاموس واش نديرو؟ نجيبو اي بلاره ولا طاس ولا باش تكون سهله باش نعمرو لاموس ديالنا هكذايا، ونبداو نعمرو بالعقل باش تجينا سهله في لي فيرين باش نديروهم في لي فيرين. هادي هي هكذايا، نبداو نحبطو هكذا حتى نكملو كامل الكونتيتي. دوك الحاجة الأولى اللي نديرها، ندير الطبقة الأولى نديرلها لاموس ما نكتروش غير شوية، ومن بعد نجيبو البودوار نشمخوه هكذا، ونديروه لهنا هكذايا
ونزيدو نديرو طبقة تاع لاموس هكذايا فوالا. ودوكا واش ندير؟ نطلع على شانتيي ونديرو لو ديكور ديالنا. دوك واش نديرو؟ لا شانتيي اللي هي هذاك الكاس تاع لاتاي فوالا، نفسو كاس حليب بارد ولا كاس ماء بارد، يا الماء يا الحليب. انا راح ندير الكيلة تاع الشانتيي نزيد عليها كيلة وربع باش تجيني لا شانتيي شويه خفيفه. كي ديروا كيلة بكيلة تجي ثقيله شويه لا شانتيي. نفس البول اللي طلعنا فيه لا مورينغ بالباتور اللي طلعنا به لا مورينغ طلعوا به لا شانتيي، يا با دو بروبليم، باش ما تكثروش عليكم الماء. بعد ما طلعت لا شانتيي درتها في لا بوش، درت لا دوي هادي دونتلي. واش ندير لها دركا؟ دوك انتي ونتوما والديكور تاعكم، انا ندير غير هكا دي بتيت مارغريت هكذايا هكذايا فوالا، حاجة سامبل. ودرت في لي فيرين هادوما تاني هكذايا. دوك نكمل كامل لي فيرين ديالي ونرجع لكم. باش نديرو اون ديكوراسيون نجيبو الشوكولا بلون ونجيبو هذا اللي نقشرو به البطاطا ونديرو هكايا. شوفو هكذايا دي كوبو دو شوكولا هكذا يجو ملويين. شوفو كيفاش يجو ملولين وبيهم اللي نشبحو من الفوق. التحلية تاعنا راهي وجدت، انا خليتها بردت مليح لازم على الاقل 6 سوايع، انا درتها في الليل واليوم صباح لقيتها فريمون بارده وحاكمه روحها تري تري بيان. واش نقول لكم دوكا؟ لازم ديغوستي قدامكم هكايا. ما نقدرش نقول لكم شحال جات بنينة هذيك لاموس. شوف كيفاش جات، اون ديغي نواج راكو تاكلو فيه. نوريكم حتى لداخل كيفاش جات. نتمنى تجربوا هاد التحلية باسكو فريمون فريمون راح تعجبكم وتعجب الكبار قبل الصغار. وما تنساونيش ديروا جيم لا فيديو وديروا وفعلوا لا كلوش وبارطاجيوها ان شاء الله. ونوعدكم بدي بروشين فيديو اللي يكونوا بنان على هذه. سلام.